مسجد يوتوبوري يتلقى رسالة تهديد تحوي مسحوقا أبيض. المخابرات السويدية تحذر من زيادة الانقسام والتطرف في المجتمع السويدي. خبيرة في الأرصاد الجوية: ثلوج الليلة الماضية كانت مجرد بداية فقط. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس اي موبلر، ابو كاس، وكالمر براد. أعلن مسجد يوتوبوري تلقيه رسالة تهديد تحوي مسحوقا أبيض، والقائمون على المسجد أبلغوا الشرطة على الفور. إدارة المسجد ذكرت في تصريح خاص للكومبس أن الرسالة احتوت تهديدات وعبارات بذيئة. ووفق المسجد فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها المسجد رسائل تهديد، لكن الأمر الأكثر خطورة الآن هو احتواء الرسالة على مسحوق أبيض بالتزامن مع تهديدات مماثلة أرسلت إلى عدد من المساجد في الفترة الأخيرة. وللمزيد تحدثت الكومبس مع محمد الألطي المتحدث الصحفي باسم مسجد يوتوبوري فقال: لا والله ما في جهة معينة، يعني حسب ما فهمنا من الموضوع أنه نفس الجهة اللي بيعت لعدة جوامع في عدة مساجد في السويد، يعني مسجد ستوكهولم وفي مالمو، وعندنا مسجدنا هون في يوتوبوري، وفي يمكن كمان مساجد أخرى استلمت نفس الرسالة ونفس البودرة اللي إجت. يعني كيف وجدتم تعاون الشرطة معكم؟ والله عم يتعاونوا معنا بكل اهتمام بالموضوع، اجوا اخذوا الرساله وزارونا في المسجد يعني، وعم يتعاملوا ويتعاونوا معنا بالنسبه لهذا الموضوع، بس طبعا صعب يعني من مجرد رساله يعرفوا مين اللي باعتها. ما هي الرساله اللي توجهوها للمسلمين في السويد بعد هاي الحوادث؟ والله الرساله انه ينتبهوا، وخاصه رساله لل أهل المساجد واللي مقيمين على المساجد إنه ينتبهوا أكثر، وأي شيء أي تهديد أي شيء يخبروا البوليس ويتعاونوا مع البوليس، هو البوليس اللي ممكن يساعد يعني أكثر شيء بهذه. في سياق متصل، حذر رئيس جهاز الأمن السويدي سابو كلاس فيربيري من ازدياد التطرف بالتزامن مع انتشار وباء كورونا. فيربيري قال في جلسة استماع نظمتها مجموعة الدفاع: إن خطر الاستقطاب وانتشار الآراء المتطرفة يتزايد، مشيرا إلى أن الوباء يؤثر على البلدان والأفراد ماليا، ما يؤدي إلى زيادة الفجوات الاقتصادية. ورأى فيربيري أن الوباء يمكن أن يعزز الاتجاه نحو زيادة الاستقطاب في المجتمع، موضحا أن أولئك الذين يقودون التطرف يستغلون الموقف ويحاولون تجنيد الأفراد على مواقع الإنترنت المختلفة، حيث ينشرون تصورات خاطئة وآراء عدوانية للغاية. وإلى ملف كورونا، سجلت السويد 19 وفاة جديدة بكورونا اليوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6340 حالة. آخر إحصاءات هيئة الصحة العامة أظهرت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى أكثر من 200,000 حالة. كارين فيسل من هيئة الصحة العامة قالت في مؤتمر صحفي اليوم: إن السويد تشهد زيادة واضحة في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة مع زيادة عدد المرضى الذين يدخلون العناية المركزة. وأعلنت فيسل تجديد التعليمات المحلية في محافظة يمتلاند، وبالتالي أصبحت التعليمات المحلية المشددة تشمل جميع مناطق البلاد. مع ازدياد انتشار عدوى كورونا، لا زال الجدل مستمرا حول تأثير الفيروس على الأطفال. الأستاذ في معهد كارولينسكا السويدي يونس لودسفيكون قال في تصريح لافت اليوم: إن الأطفال أيضا يمكن أن يصابوا بمشاكل صحية طويلة الأمد جراء كورونا. المعهد أصدر اليوم تقريرا عن الأطفال السويديين الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد لكورونا. التقرير يصف حالة 5 أطفال يشتبه بإصابتهم بأعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا، تتراوح أعمارهم بين 9 و15 عاما، وعانوا جميعا من الإرهاق وصعوبة التنفس وخفقان القلب أو ألم في الصدر بعد أكثر من شهرين من إصابتهم بالمرض. على صعيد ذي صلة،
طالب الأطباء المسؤولون عن مكافحة العدوى في السويد بتطبيق سقف 8 أشخاص كحد أقصى في كل التجمعات، داعين إلى إلغاء استثناء الفعاليات التي يحضرها جمهور على المقاعد كالمسارح مثلا. رابطة أطباء مكافحة العدوى أيدت قرار الحكومة، لكنها انتقدت قرارا سابقا باستثناء بعض الفعاليات من الحظر. وكتب أطباء مكافحة العدوى في بيان لهم اليوم أن الاستثناء يجب أن يلغى وأن يطبق القرار على كل التجمعات. وكان رئيس الوزراء ستيفن لوفين أعلن الاثنين الماضي أن الحكومة حضرت الفعاليات والتجمعات العامة التي تضم أكثر من 8 مشاركين، مؤكدا أن هناك حاجة إلى مزيد من عمليات الحظر لتقليل عدد المصابين. اجتاحت عاصفة قوية مناطق واسعة من السويد خلال الليل والصباح، ما أدى إلى غرق قوارب وإغلاق طرق وانقطاع الكهرباء عن آلاف السويديين. خبيرة الأرصاد الجوية ليزا فوشت قالت إن الوضع صعب في أماكن عدة، ومن المتوقع أن يكون الثلج الذي سقط الليلة الماضية ونهار اليوم مجرد بداية على حد وصفها. وتواردت تقارير عن مشاكل سببتها العاصفة في معظم أنحاء البلاد. وفي سورملاند غرق قارب صيد كان يحمل 17 طنا من السمك. وأفادت وسائل إعلام محلية أن واجهة بناية انهارت أيضا وسط أوربرو نتيجة الرياح القوية. المزيد من الأخبار تجدونها دوما على موقعنا الكومبس بوكتسي. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس اي موبلر، أبو كاس، وكالمر براد.